التاج، الجوفي، الأشرفية، حي متيني، حي الأرمن، الوحدات، النظيف، القويس، هاي اليرموك. التعليم، الصفوف مكدسة بالطلاب تكتيس، تخصصات بتمر شهور وفصول وما في أساتذة، المرافق الصحية ما في مي نظيفة، ما في خدمات صحية، وصار لازم إذا بدنا نعلم أولادنا أحسن لازم ندفع أكثر. في الصحة ضغط كبير على مستشفى البشير، نقص في الكوادر الطبية، نقص في المراكز الصحية الأولية والشاملة، مواعيدنا بالشهر والشهرين، روشتاتنا نصها تنصرف والنص الثاني ما في أدوية، خدماتنا العامة، الصرف الصحي، الشبكة عمرها 100 سنة، النظافة والشوارع سيئة للغاية، مستقبل شبابنا عم تغتال المخدرات يوم بعد يوم. أنا ابن المنطقة وعايش فيها وبعرف منيح مشاكلها، بثقتكم بمثلكم وبشراكتكم بنصنع المستحيل. الله حسيبي ورقيبي في أمانة تمثيلكم.